السلام عليكم يا رجاله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تحياتي ليكم جميعا. جينا رجاله النهارده ننزل نتسلى كده في البرك بالجوز والفيلا، شغالين ببوصه 4 متر، شعر فوق 25، فيلا وسط ورصاصه وسط، وشعر تحت 15 وسلاح 8 الامين. هنستهدف كده بطاطا، شراغيش دخل علينا بوري كده اخر النهار، هنسعى كده ونعمل اللي علينا وان شاء الله يبقى يوم جميل. خليكم معانا كده وان شاء الله يبقى يوم حلو. اهم حاجه رجاله تصلوا على النبي وان شاء الله يومنا جميل. صلوا على النبي رجاله، اول حته ايه ان شاء الله اللي جاي احلى رجاله. الصلاه على النبي، احلى شراغيش يا رجاله، اللي جاي احلى بامر الله. خليكم معانا حبيبي ابو جودي، خليكم معانا. الصلاه على النبي رجاله، تاني حته ايه، بسم الله ما شاء الله. احلى بطاطا براديش يا رجاله، بسم الله ما شاء الله، احجام محترمه يا رجاله. خليكم معانا واللي جاي احلى بامر الله. وانا رجاله انا كنت شغال بالجزء والفيلا، خدت كده شغوش على جرانويا على كبشة بطاطا كده، ودلوقتي ان شاء الله بقى ايه هبتدي ازفر كده، هنقي بركة كويسة وابتدي ازفر واشتغل وان شاء الله ربنا يرضينا. رجالة بطاطا احجام جميلة، هي في جوه الشوال مش باينة، الشراغيش دخلت علينا على العجينة، ويومنا بامر الله جميل. طبعا عامل عجينة مستيكة دي، قمية ومعلقة سكر بس، معانا الزفر بتاعنا، عدة الخفيفة اللي كنا شرحناها قبل كده، وان شاء الله خير يا رجالة. كده لو حد يفيدنا في نوع الاناديل الزرقاء دي، سبحان الله انا اول مرة اشوفها الصراحة. يعني انا كنت بتفرج امبارح على فيلم الست اللي هي كانت قاعدة في الجزيرة دي والقرش بيطاردها، كان في شوية اناديل الوان كده، سبحان الله جات لي النهارده باين، ولا مش عارف لونها ازرق يا رجاله، شايفينها؟ سبحانك يا رب. لو حد عنده معلومه دي نوعها ايه او حاجه يا ريت يفيدنا يعني. سبحان الله، ربنا يستر ما يطلع لناش واحد في البوصه ولا حاجه. ثلاثه اهم يا رجاله، بص في واحد طالع من تحت اهو، يا ليله زرقاء، يا ليلة زرقاء، سبحانك يا رب. سبحان الله.